السلام عليكم ورحمة الله. صرنا الشكل الأسي للعدد العقدي. طبعا الشكل الأسي للعدد العقدي هو نفس الشكل المثلثي، ولكن يعني يكتب الشكل الأسي بالإحداثيات القطبية للعدد. بدل ما نكتبهم زد يساوي ار بي كوساين تيتا زائد اي ساين تيتا، حنكتب شكل العدد حيصير زد يساوي ار بي اي اوس تيتا اي. بالنسبة للخواص نفسها والعمليات نفسها والمرافق نفس الخواص تماما. فمباشرة سنأتي إلى التدريب صفحة 116. اكتب بالشكل الأسي كل من الأعداد التالية، علما أنه زد واحد بهذا الشكل وزد اثنين وزد ثلاثة. الحل: أولا بالنسبة لزد واحد ضرب زد اثنين، إن زد واحد ضرب زد اثنين مثل ما كنا نضرب بالشكل المثلثي تماما، هنضرب الار بالار يعني واحد ضرب ثلاثة. وشو كنا نعمل بالزوايا؟ كنا نجمعهم، وهون كمان بدي اجمعهم، بصير عندي بي على ثلاثة ناقص بي على أربعة اي، يعني اي اوس بي على 12 بعد أربعة ناقص ثلاثة، نعم بي على 12 اي بهذا الشكل، ثلاثة اي اوس بي على 12 اي. بالنسبة لزد واحد على زد اثنين كمان مثل ما كنا نشتغل بالشكل المثلثي، بنقسم الار على الار يعني واحد على ثلاثة. وشو كنا نعمل بالزوايا؟ كنا نطرحهم، وهون كمان حنطرحهم، بي على ثلاثة ناقص ناقص بي على أربعة حتصير زائد بي على أربعة اي، يعني تلت اي أس سبعة بي على 12i. هلأ زد واحد مكعب كمان، هون حنطبق موافر مثل ما كنا نشتغل بالشكل المثلثي تماما. هاي زد واحد، واحد مكعب هي واحد، وكنا نضرب الزاوية بثلاثة حسب دستور موافر، فاي حتصير اي اس ثلاثة ضرب بي على ثلاثة هي بي اي. بالنسبة لزد واحد ضرب زد اثنين ضرب زد ثلاثة، زد واحد زد اثنين زد ثلاثة، حأضرب الآر بالآر بالآر حتصير ثلاثة جذر اثنين، وبنجمع ثلاث زوايا هنن بي على ثلاثة ناقص بي على أربعة زائد اثنين بي على ثلاثة آي. إذا ثلاثة جذر اثنين هون بي زائد حتصير 3 بي على 3 يعني بي ناقص بي على 4 3 بي على 4 اي. الآن زد 3 أس 4، طبعا هذا زد 3 ار أس 4 يعني جذر 2 أس 4، وحأضرب الزاوية هنا بي 4 فبتصير اي أس 8 بي على 3 اي. جذر 2 أس 4 هي 2 مربع يعني 4 اي أس 8 بي على 3 اي. اخيرا زد 2 على زد 3، حنقسم الار على الار حتصير 3 على جذر 2، وبنطرح الزوايا ناقص بي على 4 ناقص 2 بي على 3 ناقص بي على 4 ناقص 2 بي على 3 اي، ويساوي 3 على جذر 2. لهون بتوحيد المقامات المقام المشترك 12، هاي بتصير ناقص 3 وهي ناقص 8 يعني ناقص 11 بي على 12 اي. بالنسبة للسؤال الثاني، اكتب بالشكل الأسي كل من الأعداد العقدية الآتية. عندي 10 أعداد، طبعا ما حأكتبهم كلهم، حأختار البعض توفيرا للوقت طبعا ولمدة الفيديو. العدد الأول هو زد واحد يساوي 2 جذر 3 زائد 6 آر، مثل ما كنا نحول للشكل المثلثي تماما. حأحسب الآر، الآر هو جذر X تربيع زائد Y تربيع، X تربيع هي 12 Y تربيع هي 36 ويساوي جذر 48. طبعا هي عبارة عن 4 جذر 3.
كمان كوساين تيتا مثل ما كنا نشتغل بالشكل المثلثي تماما، هي اكس على ار ويساوي نصف، وساين تيتا هي 6 على 4 جذر 3. بالاختصار بتصير 3 على 2 جذر 3. حضرب بسطه مقام بجذر 3، بتصير 3 جذر 3 على 3 ضرب 2 على 6، يعني جذر 3 على 2. طبعا الزاوية هنا هي بي على 3 طالما 2 موجبين. فالعدد زد واحد يكتب بالشكل الأسي التالي: 4 جذر 3 بإي أوس بي على 3 آي، بهذا الشكل بهذا الشكل. الطلب الثاني من السؤال الثاني حنختار العدد زد 3. زد 3 هو 1 ناقص جذر 2 بإي أوس بي على 4 آي. طبعا لاحظ هنا 1 ناقص جذر 2 هو عدد سالب، فما بصير يكون آر، فحنطالع الناقص عامل مشترك ناقص 1، هي بتصير جذر 2 ناقص 1 بإي أوس بي على 4 آي. طبعا هذا صار موجب، موجب. حنحول الناقص 1 إلى الشكل الأسي. طبعا نعلم أن الناقص 1 بالنسبة للنظيم هو 1 والزاوية هي بي، فالناقص 1 يكتب بالشكل الأسي إي أوس بي آي ضرب جذر 2 ناقص 1 بإي أوس بي على 4 آي. هلأ بنضرب عددين بالشكل الأسي مثل ما كنا نضربهم بالشكل المثلثي، بنضرب الآر بالآر وبنجمع الزوايا بي زائد بي على 4 آي. إذن زد 3 هو جذر 2 ناقص 1 بإي أس 5 بي على 4 آي، ونتابع في الدرس القادم.